انا بقول لك إيه، لو انا دلوقتي إيه مشيت على رجيم معين، والرجيم اللي انا ماشي عليه تلقائيا كان نتيجه ان السعرات الحراريه اللي بدخلها جسمي اقل من السعرات الحراريه اللي محتاجها جسمي، فتلقائيا ببدا اخس. لكن قد يكون الرجيم اللي احنا ماشيين عليه غير مناسب لحالتنا، يعني ودي احد يعني اتباع، يعني انا بقول اول سبب من اسباب رجوع الوزن مره تانية، لرجوع الوزن مره تانية بعد نزول الوزن، اتباع انظمه غذائيه مبتدعه. اتباع الانظمه الغذائيه المبتدعه تعتبر من ضمن الحاجات الاساسيه، ان انا مثلا اكل ماشي اجيب نظام غذائي من اي مكان وامشي عليه، تلقائيا هنزل ان السعرات الحراريه اللي بتخش اقل من السعرات الحراريه اللي انا محتاجها او اقل من السعرات الحراريه اللي انا بستهلكها، فتلقائيا بنزل في الوزن. لكن بنرجع مره ثانيه، الخلاصه مش العبره في التثبيت بتاعنا، العبره في ان انا انزل نزول صحي يناسب حالتي الصحيه عشان ما ارجعش مره ثانيه. ليه غيرك بيعمل نظام غذائي وبعد كده بينزل في الوزن وما بيرجعش مره تانية؟ السبب في النقطه دي ان احنا ماشيين على نظام غذائي يكون مناسب لحالتنا الصحيه، فلابد في البدايه ان احنا نعرف ما هي طبيعه جسمنا زي ما قلت لك كده في البدايه. يعني ممكن نقص فيتامين د يكون ممكن نقص فيتامين د بسبب في السمنه اللي عندنا، ممكن نقص فيتامين بي 12 يكون سبب في السمنه اللي موجوده عندنا، ممكن مشاكل في الغده الدرقيه تبقى سبب في السمنه اللي موجوده عندنا. انا عندي غده